طلبتني سهيل بيك؟ تعا فكرت كتير يا سليمان، وضع مراد مبين ووضع إيلين مبين، وأنا بيناتهم عالآن. وبتعرف إني وعدته لمراد وما راح أتراجع، لازم نلاقي حل، إما هيك أو هيك. فهمتني؟ فهمتك سهيل بيك. جيب لي إيلين لهون. بأمرك. يلا. وإذا ما قبلت تجي؟ رح تجي، يا أما برغبتها أو غصب عنا. بأمرك. مرحبا إيلين خانو، إن شاء الله ما صار لك شيء. كانوا عم يحاولوا يخطفوني. أي مزبوط شفتون. شو جابك لهون؟ بالحقيقة كنت عم جهز حالي لحتى أعمل مثل يلي كانوا بدهم يعملوه. كنت رح تخطفني؟ خلينا نقول كنت بدي أخذك زيارة. أنا مالي عبدة عند سهيل بيك تبعك، ليش ما عم بيفهم؟ بتوقع انه فهم من زمان، لهيك بعتني لحتى حاول جيبك بالقوة، لأنه بيعرف انك ما رح تجي برضاكي. شكرا لأنك أنقذتني. شو هالحطب هذا؟ جاي جاي. أهلين إيلين. شوفي أختي شبكي.
إيلين دريتي؟ مجد رح يرجع على مدرسته. عن جد؟ إيه، وحكيت مع الأنسة إنجي، قالت لي على كم شغلة، لهيك قررت أرجع على المدرسة. إيه شو يا بنت، ما فرحتي لي؟ بلا فرحت، بس مو مبين عليكي أبدا، لأنه في شي تاني ما بتعرفوه. كيف يعني؟ أنتوا بتعرفوا إنه ماما عم تشتغل خدامة ببيوت العالم؟ بفهم منك ما تركوها لحتى قوصت عليهم، مزبوط؟ نعم يا بيك، وكانوا ست رجال. ست رجال؟ يعني لو ما كنت هنيك كانوا خطفوها لإيلين، وحتى كانوا راكبين على أحصني. لا يا، ست رجال على أحصني ولحقتها. بتعرف لي وينهم؟ ومين هنن؟ وأشكالهم؟ أي شيء؟ بعرفهم. طيب خبر لي الشباب، الليلة رح يكون عنا شوية شغل. تأمر يا بيك. أنا واحد هاد، تعال هون ولك لك تعال. كان في معك خمس رجال كمان، دلني عليهم. خمسة مين هنن؟ هاد وهاد، هاد وهاد وهاد. تعالوا لعندي. اسم البنت تعرفه؟ مين؟ ما بتعرف مين حاولت تخطفه لك؟ ها؟ اسمها إيلين. إيلين؟ حيوان، مين انت حتى تقول اسمها على لسانك؟ ها؟ مين؟ يا كلب، بأنه إيد لمستها؟ مو حاولت تخطفها وانت على الحصان؟ بأنه إيد لك؟ هاي؟ لا هاي سيدي. يا واطي
شو صار فيكم يا كلاب؟ لك لك شو؟ بدي اذبحكم هلا، بدي ادفنكم، بدي ادفنكم بايدي هدول. يا ويلك المحك. حاضر سيدي امرك، بس سامحنا ما رح تلمحنا، رح نروح من هون فورا. مو هلا، بكره الصبح، لانه بكره بدي اياكم تساووا شغله، بس بعدها بتروحوا انتوا اهلكم من هون خلال ساعه.